دكتور قبل الفاصل كنا بيتكلم على فكرة التمكين الاقتصادي، ازاي استطاع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تمكين الاسر الاكثر احتياجا، تمكين اقتصادي يخليهم ما يبقوش محتاجين بعد كده. وهنا هتكلم على تمكين اقتصادي يمكن داخل فيه اطراف متعدده، يمكن اهمها ايضا كمان حياه كريمه بنتكلم، لان ده محور رئيسي من المحاور اللي موجوده، وفي شراكه من خلال التحالف وحياه كريمه، وشفنا ايضا مبادره ابدا اللي انبثقت من حياه كريمه. فازاي كل هذه العناصر بتجتمع معا علشان هدف واحد وهو تمكين الاسر الاكثر احتياجا؟ هو زي ما حضرتك قلت من شويه واحنا بنتكلم ان المجتمع المدني بيصل الى عمق المجتمع، يعني بيوصل للاسره اللي موجوده في المناطق النائيه والحدوديه، واللي هي موجوده كمان جوه المجتمعات في اماكن ممكن محدش تاني يقدر يوصل لها بسهوله زي المجتمع المدني. لما انا بوصل له زي ما قلنا في المرحله الاغاثيه، خلاص كفيته حاجته اللي هي عامله مشكله، بتفق معاه يعني ايه مصدر الرزق اللي يقدر هو يخش معانا فيه يكون مناسب ليه. ممكن يكون محتاج تدريب بسيط، ممكن راس مال بسيط، ممكن حاجات كتير، لان مثلا بعض الاماكن عنده المهاره ان هو يصنع سجاد الحرير مثلا. طب هو محتاج ايه؟ محتاج نول جديد، محتاج مواد خام جديده، محتاج ايه؟ بخش معاه، ومش بس بقى كده، بكمل معاه الدايره. يعني يروح مع اسهل البيع المنتج. زي مثلا حضرتك ازرع مثلا، يعني حضرتك شوف القصه بتاعتها، خلاص بتكمل الدايره بقى، المنتج ده بيخش ازاي السوق، بيكمل القصه بتاعته علشان ياخد هو عائد سليم من المنتج بتاعه عشان يكمل الدوره بتاعت المنتج. ازاي ياخد الجوده من خلال الاسمده السليمه، من خلال يعني بتدعموا هنا الفلاحين يا دكتور بالاسمده والتقاوي اعتقد بالظبط كده. وعلى كواليتي عاليه. ونيجي بس الحته كمان مع التنسيق مع الجهات اللي جوه الدوله، وزاره الزراعه في المشروع مثلا بتاع ازرع. طب تعالى حياتك للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر والمتوسطه، في عندنا كيانات جوه الدوله، وفي في الجمعيات، وفي مثلا الاسر المنتجه، وفي الحرف اليدويه. صحيح. فبنخش مع بعض عشان اختار الاسره الملائم ليها المنتج ده ايه او الخدمه دي ايه. فبنتفق معاه ده هنجيب له مكنه خياطه مثلا، لا ده هنجيب زي الاورمان زمان لما كنت تعرفه الجاموسه العشر، ويعني ايه طب اللي هيربي مثلا يعني ايه دواجن وهكذا، حسب قدره كل اسره وحسب معرفه كل اسره. ولو هو عارف الحاجه كويس هيسهل عليا المهمه، لو مش عارف هيبقى في نوع من التدريب. صحيح. بصراحه اكتر حاجه ومهمه في الموضوع هي المتابعه طبعا، لان انا لو ما كفتوش حاجته اللي هي الاغاثيه صح، وبعدين عملنا مشروع، هو هياخد المشروع وراس المال وهيروح على الحاجات دي. كويس. يبقى انا لازم امشي الحاجتين مع بعض وتفاهم، احط نفسي مكانه، احط نفسي مكانه، بحيث ان نقدر مع بعض نعمل الحاجتين. لان طول ما انا مش باصص على احتياجاته مش هيتحول من الاحتياج للانتاج. صحيح. مش احنا بنقول الاحتياج للانتاج، اكفل الاحتياجات ثم الانتاج. التمكين الاقتصادي هو قايم على يعني اسس سليمه، وده اللي كانت الجمعيات بتعمله بس بشكل زي ما قلنا جزر ما كناش شايفين بعض. المشكله مثلا بتاعه المحو الاميه دي فرق كتير تسليم من التعليم، لان انا هدربه ازاي اذا كان ما بيعرفش يقرا ولا يكتب وهكذا. فبص لا حضرتك احنا يعني لما دخلنا كجمعيات وعرفنا بعض ونقعد كلنا على ترابيزه مع بعض ونتكلم مع بعض، ابتدى نخش في التمكين الاقتصادي بفكر مختلف. ان انا كنت بعمل حاجات وما بعملش الحاجات التانيه، فلما بنروح مع بعض ابص الاقي لا ده احنا الجمعيه دي هتعمل الكشك، عندي خدمه تانيه اقدر ان انا اقدمها من خلال واختار مثلا الكشك ده اللي هو عنده اعاقه. يعني عنده اعاقه لان هو ده يعني ده انسب ليه، اللي ما فيهاش المجهود وما فيهاش يعني ده اتعملت. وبعدين نخش بقى في بقيه مشاريع التمكين الاقتصادي. مش عايزه يطلع منتج وبعدين ابتدي بقى اعمله دعايه وبالبلدي ادلل عليه عشان حد يشتريه. طب معلش اخو اشتريه انت معلش، لا مفيش كده. انت عايز تطلع منتج بجوده سليمه. صح. والسوق محتاجه طبعا، والسوق محتاجه. يعني عندنا مشكله مثلا في الدواجن دلوقتي، وممكن نساعد الاسر في حاجه بسيطه خالص،
يعني هو يقدر تربيه الدواجن، التربيه الاعلاف عنده. كنا بنشوفه زمان في الريف يا دكتور. بالظبط كده، يعني ما كانش فيه، يمكن دي تحدث عنها السيد الرئيس اثناء يعني زيارته الاخيره في محافظه الاسكندريه تحديدا، تحدث مع الاسر في احدى قرى حياه كريمه، ان زمان كنا بنشوف الريف المصري كان هو بيكفي ذاته يعني ذاتيا. صح. ما كانش فيه حد بيحتاج البان، ما كانش في حد بيحتاج لخضروات. صح. والريف العيش يعني. صحيح. مشكله اختلفت شويه، كان ليها ابعاد مختلفه شويه، فكره الاعلاف و اللي بالمناسبه دلوقتي بنعمل على توفيرها. صح. بس صحيح. هو الموضوع يعني مش فكره انه يمكن الاسر في الريف بطلت ان هي تربي الدواجن او المشايه، او موضوع ليه ابعاد ثانيه مختلفه، نمط الحياه اتغير تحديدا يعني.